انتقل لخبر تاني يعني ربما يهم قطاع كبير جدا من المصريين. مجلس النواب وافق على مشروع قانون قدم من الحكومة المصرية. مشروع القانون ده بيعمل ايه؟ بيقضي بتعديل بعض احكام قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. التعديلات دي هتسمح او هتتضمن اضافة الامراض الوراثية والامراض النادرة الى صندوق الطوارئ الطبية. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية لو حضرتك تكلمنا عن أهمية هذا الصندوق، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. صباح الخير. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا هو كان القانون في سنة 21 كان صندوق صدر القانون 139 سنة 21 اللي هو صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والقانون في هذا الوقت ما كانش بيتضمن من ضمن مواده مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة. طبعا معروف أن الأمراض الوراثية والنادرة كانت بدأت الكشف المبكر بمبادرة رئاسية الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والنادرة، ونظرا أن هذه الأمراض تكلفتها غالية جدا وتحاليلها غالية جدا، أصبح هناك حاجة شديدة لأن يبقى في طريق يعني لدعم هذه الأمراض وعلاجها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة اللي هي ممكن لا تتحمل هذه الأمراض ضمن موازنة الصحة. بالتالي تم التعديل وأضافوا حاجتين في القانون أو بندين في القانون. أولا لازم يبقى في لجنة من الخبراء تكون معنية بتحديد تلك الأمراض، الكشف المبكر، تدريب وتأهيل الكوادر، تحديد نسبة للعلاج من هذه الأمراض، نسبة من هذا الصندوق. أيضا شمل التعديل أن يبقى فيه كشف بفتح حساب آخر خاص بالتصرف على الأمراض الوراثية والنادرة، وده أجازه القانون. ودي كلها حاجات كانت بتصب في صالح المواطنين او لا يحمل المواطنين اي اعباء ماليه في علاج الامراض الوراثيه والنادره. طيب سياده النائب، يعني حضرتك ده استهلال عظيم جدا، ولكن بالمثال يتضح الشرح. ما هي ابرز الامراض الوراثيه والنادره اللي بيشملها هذا الامر؟ يعني احنا هنقدر نعالج ايه؟ وعشان الناس برضه تفهم يعني تكلفه ده قد ايه والدوله شالت قد ايه من القصه دي؟ لا، هي الامراض الوراثيه والنادره ابرزها. ايوه، يعني في امراض، اول الكشف المبكر طبعا عن الامراض اللي هي امراض العيون دي بتبقى الكشف المبكر عنها قد نتخطى، زي القرنيه المخروطيه، زي حاجات كثيره، كلها دي امراض وراثيه تؤدي في الاخر ممكن الى فقد البصر مثلا. في امراض كثيره جدا كلها برض. نعم، في امراض كتير جدا بتبقى وراثيه ونادره، في امراض في المخ والاعصاب، في امراض كتيره كلها برضه متاثر، في امراض في القلب، في امراض كتيره جدا وراثيه، يعني مش بالمثال يتضح الشرح. احنا بنتكلم بالمطلق هنا، مش هندي فيها امثله. ما عندناش حلقه معينه يعني. كل ما هو وراثي كل ما هو وراثي موجود، كل ما هو نادر ما يعني مشمول في هذا البلد. حسب ايضا يعني قرار اللجنه زي ما حضرتك قلت انه بيتم الكشف عن الحاله وفي الاخر بيطلع زي تقرير. يعني خليني برضو اتاكد من نقطه حضرتك تحدثت عنها، وحسب الخبر مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومه بتعديل بعض احكام قانون صندوق مواجهه الطوارئ الطبيه. اهم البنود يا فندم اللي تم تعديلها وابرز البنود اللي بتشتمل او بيشتمل عليها هذا القانون. انا من في البدايه استهلت بكده، لكن اقوله ثاني. اولا القانون اشتمل على بندين اساسيين فيها. البند الاول ان تشكيل لجنه من الخبراء والمختصين بالامراض الوراثيه والنادره. اللجنه دورها بينحصر في ايه؟ في ثلاث اربع حاجات. الحاجه الاولانيه حصر تلك الامراض الوراثيه والنادره. نقول ايه هي قائمه بها بهذه الامراض الوراثيه والنادره اللي هتبقى مشموله. الحاجه الثانيه
تأهيل الكوادر في مثل هذا التخصص النادر ده اللجنة. بعد كده تحديد نسب المشاركة اللي هيتحملها الصندوق في هذه الأمراض الوراثية والنادرة. دي اللجنة الأساسية. بعد كده القانون أجاز برضو أنه يفتح حساب آخر خاص بالصرف على الأمراض الوراثية والنادرة. نعم، لكن أيضا يا فندم تم استبدال عبارة المساهمة في التكاليف بعبارة تغطية التكاليف والوردة بالمادة 11 بند 1. يعني المساهمة كانت شيء أني أساهم في جزء، لكن تغطية يبقى أنا بغطي التكلفة بتاعت الأمراض الوراثية والنادرة. على أي حال بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، شكرا لحضرتك يا فندم. جهد كبير بتقوم به الدولة المصرية في مجال الصحة، مبادرات بدأت من 100 مليون صحة واستمرت لعدد كبير من الأشياء ربما ما كناش نحلم في يوم من الأيام إن أمراض يعني صعبة ومستعصية إن الدولة المصرية تغطي تكاليفها مش بس تساهم في تكاليفها زي ما سمعنا في هذا الأمر.